من فريق العمل تحية إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة من بدنا الحقيقة يلي يعاد بس على إذاعة صوت كل لبنان وعلى إذاعة صوت الغد بأستراليا. ضيفنا الليلي صاحب مسيرة طويلة بعالم النضال والحرب والعسكر، وصاحب تجربة صعبة بعالم السياسة، وصاحب اختبار مميز حتى بالحبس وورا القضبان. من بشري إلى القطارة، ومن برج الفدار إلى المجلس الحربي بالكارانتينا، ومن غدراس إلى معراب، مرورا بالطابق الثالث تحت الأرض بوزارة الدفاع. سنوات كثيرة كتب فيها سمير جعجع رواية حياته اللي صارت بأحداثها المصيرية جزء من حياة مجتمع بأكمله وفصل غني بقصة الجمهورية. ما بيصح إلا الصحيح، هيك بيردد دايما، وهو دفع ثمن انتقاب الصحيح أكثر من 11 سنة حبس أنجأ تنفس فيها بحبسه الصغير في مكان لبنان عم يختنق بحبسه الكبير. اليوم سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، الحزب الثاني عند المسيحيين بانتخابات 2018، ويمكن يصير الحزب الأول بانتخابات 2022، وهو بذات الوقت القائد اللي ما بيترك شعبه كل ما دق الخطر على البواب. سمير جعجع لا بيتعب ولا بيتراجع، وكيف في يتعب أو يتراجع وهو حارس القضية وما بيتعبوا الحراس. سمير جعجع نشكرك على استضافتك لإلنا الليلة بمعراب، ومنك بدنا الحقيقة. أنا بدي أشكرك على هالمقدمة، وجاهز لكل الحقيقة. وبالحقيقة اجت هالحلقة بمحلها بالذات من بعد نهار مأساوي مبارح شهد أحداث ما حدا منا كان بيتمناها، وكل الناس ناطرين لأنه بدهم يعرفوا الحقيقة باللي صار مبارح. أول سؤال، يعني اليوم بجريدة النهار في عنوان كبير إنه نحن نص 7 أيار أو ميني 7 أيار، هل يلي صار مبارح هو نص 7 أيار أو ميني 7 أيار، وهالمرة 7 أيار مسيحي؟ فيك تعتبر في مكان ما فيك تعتبر إيه؟ ليش؟ لأنه بدك ترجع للهدف الرئيسي لسبعة أيار هالمرة. الهدف الرئيسي التحقيق بقضية انفجار المرفأ. مين محقق العدلي بانفجار المرفأ؟ القاضي طارق بيطار. القاضي طارق بيطار. وكيف شاءت الظروف إنه نعمل طلبات رد للقاضي أو ارتياب مشروع، وكمان أوقات كيف بتشاء الظروف بالرغم من كل تنوع لبنان، إنه أول طلب وقع عند قاضي اسمه نسيب إيليا كمان مسيحي، وتاني طلب وقع عند قاضي تاني اسمه جنات حنا، وتالت طلب وقع عند آخر قاضي هاني عيد. فإذا وكأنه يعني لازم يكون في اختصاص من المسيحيين في مكان ما أو تعليم النتيجة، واللي كفى والوفى بهالقصة على ما أسمع على أنه كمان رئيس الجمهورية مش ماشي بقضية تغيير القاضي بيطار. فإذا كان لابد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقا للهدف يلي هو برجع بقلك لحديث هاللحظة هو إقالة أو أبع مثل ما هن حبوا يسموها القاضي طارق بيطار، وتحديدا مش مشانه هو كشخص، قتل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هن بدهم يقتلوا؟ ليه بدهم يقتلوا التحقيق بانفجار؟ صراحة أنا ما عندي فكرة واضحة ليش، بس أنا بأخذ المؤشرات العملية متواجدة عنا كلنا سوا بالمؤشرات العملية. وبدي ذكر الجميع أنه كل هالقصة بلشت من 4 أشهر مش هلأ. أول ما كان مبلش القاضي بيطار، وبقول لك كمان تأحكي بكل صراحة، أنا أول ما تعين القاضي بيطار طلعت هيك عنده بيبي فيس هيك مدرى كيف، قلت يا عمي قضية بهالحجم جايبين عليها هالقاضي المعتر شو بده يقدر يعمل. وبدي ذكر الجميع انه ضلينا من بعد منا بشهر وشهرين من بعد ما عين القاضي بيطار، ضلينا عم نتابع نحن مساعينا
للتوصل الى تشكيل لجنه تقصي حقائق دوليه، انطلاقا من انه اعتبرنا انه كثار من الدوله اللبنانيه لهم علاقه بانفجار المرفأ، واعتبرنا على انه هالقاضي المعطر شو بده يقدر يعمل، وبالتالي ما رح نوصل لنتيجه، افضل نروح من الاول على لجنه تقصي حقائق. واذ عم بحكيك من اربعه اشهر بيطلع السيد حسن نصر الله وبينقض على القاضي بيطار. انا من ساعتها بلشت اذا بدك اهتم، مش اهتم، بلشت انتبه للي عم بجرب يعمله القاضي بيطار، وبلشت تتوالى الاحداث، رجع مره ثانيه السيد حسن نصر الله، رجع مره ثالثه، رجع فرتت الاوركسترا كلها سوا على القاضي طارق بيطار، وكله انا بقول لك شغله، انا ما بعرف القاضي طارق بيطار، وبكل صراحه حتى ما بعرف شو عم بيعمل، وما بتصور حدا منا بيقدر يعرف شو عم بيعمل، لانه التحقيق سري الا الاشخاص المعنيين فيه مباشره، ما بعرف، بس بغض النظر اللي عم بصير بابسط منطق، هي في تحقيق، في اجراءات عم بتصير، في تحقيق عم بصير. اول شيء شو اللي ببين من التحقيق؟ القرار الزن، طيب انطروا، طيب شو صاير؟ الكل هاللي عم بيعملوا، كل هاللي عم بينعمل، ليش التحقيق هو الحكم؟ ابدا. هذا التحقيق اللي عم بيعمله القاضي بيطار وين بده يروح؟ بده يروح قدام المجلس العدلي، من هو المجلس العدلي؟ اهم خمس قضاة بلبنان وعلى راسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى. طيب اذا كل هودي وكلهم عم بيسيسوا التحقيق وبدهم يسيسوا النتائج، بدهم يسيسوا الاحكام، لكن على الدنيا سلام. طيب خلينا هلا بنرجع نحكي. لا لا بس تقول ايه، فاذا تقول على انه تبين على انه ايه بدهم، ليش عم بدهم يقتلوا العداله؟ لانه تبين انه القاضي بيطار تبعا اول شيء ما عم بيستهول اي موقع من المواقع، عم بيستدعي اللي هو بلاقيه مناسب وعم بيتصرف مثل ما لازم، بدهم يوقفوه عند حده. هذا اللي لفت لنظرنا. طيب بس امبارح هلا بنرجع يمكن بنحكي بالتفصيل عن موضوع التحقيق والملابسات المتعلقه فيه، بس عندنا قضيه امبارح اليوم. صح. في صوره على جريده الاخبار مصورينك وكانك هتلر. ايه؟ بدل الصليب المعقوف. ايه؟ في عندنا الصليب المشطوب. ايه؟ هل سمير جعجع اليوم هو هتلر لبنان؟ شو هالحكي؟ شو يعني هيدي عمليه اسقاط؟ بتعرف كل اناء ينضح بما فيه. يعني عمليه الواحد بيشيل هي معروفه عند خصوصا عند النرسيسيك. عند النرسيسيك بعلم النفس معروفه انه يسقطوا الصفات يلي عليهم هن يسقطوها على الاخرين على الاطلاق. ابدا. ليش على الاطلاق؟ بس امبارح ما رجع بين سمير جعجع القديم؟ لا لا لا، سمير جعجع الحرب، سمير لا 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 لا، ولا نتفي ولا نتفي ولا نتفي. خليني خبرك الوقائع بما يتعلق باللي صار امبارح، الوقائع اللي انا بعرفها، انا ما بعرف كل الوقائع، والوقائع كلها في شاهد. ما بتعرف مش كل الوقائع؟ لا. أو انت ساهمت بهذه الوقائع؟ لا 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 لا، انا ما بعرف، بعرف جزء من الوقائع اللي متعلق بوجودنا نحن بمنطقه عين رمانه وفرن الشباك والاشرفيه وبلبنان وبمتابعة السياسة. عظيم، رح اسمع الوقائع، بس وقت بتقول وجودنا نحن، ايه؟ هذا الوجود، ايه؟ مكان معد ومحضر؟ عطول يعني معد، ما كنتوا بجهوزية؟ عطول نحن موجودين، وين ما كان؟ ليش هون بس؟ موجودين شيء؟ بزحلة، إذا كهرباء زحلة، كهرباء زحلة، ما بدها شيء، يلي عادة انتهت بخوش أماديد، متى شو بسموها؟ ايه؟ كهرباء زحلة، كل ما نقص عن المزود شوي، مين بتلاقي بالشارع؟ شباب القوات. طيب اذا وقف الطحين عن ظهر العين، مين بتلاقي؟ شباب القوات موجودين وين ما كان، طبيعي. كيف كنتوا موجودين امبارح؟ كقناصين؟ لا 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 استاذ وليد، روق لي بالك شوي. يلا رح لك كيف كنا موجودين. بلش التصعيد من 5-6 ايام، تصعيد كتير كبير قام فيه بشكل اساسي سيد حسن نصر الله وفريقه وكل المعزوفه، كل الاوركسترا المواكبة لألون، بيّن في تصعيد كتير كبير. يعني بأي منطق مقبول حدا يوقف هيك رئيس حزب؟ خي شو ما كان يكون هالرئيس الحزب، أوكي، ويقول خلص بدنا نقبع هالقاضي لازم تقبعه، وكانوا مواجهوا له تهديدات قبل بنهار، وقال إنه إذا ما العملية القضائية القانونية أدت إلى مكان ما، نحن رح نستعمل وسائل أخرى. فإذا كلنا كنا على أعصابنا، وصراحة كلنا كنا ناطرين. وإذا بتجي خبرية إنه في مظاهرة على قصر العدل امبارح يوم الخميس، أوكي؟ أنا رح أقول لك شو عملت، هالوقائع ما حدا بيعرفها. نحن في عنا مواطن هو صلة وصل بيننا وبين الأجهزة الأمنية، اسمه عماد خوري، ما بدأ شيء. اتصل بعماد خوري، قلت له عماد، هاي من بعد ما تبين إنه في قواتي؟ إيه إيه قواتي.
هو رجل أعمال يعني معروف في لبنان. قلت له أنه مثل ما مبين في مظاهرة بقى تجي من الضاحية وتضل نازل على قصر العظم، عظيم هذا حق كل لبناني طبيعي، بس بليز عماد دق لقيادة الجيش احكي معهم ودق لقوى الأمن الداخلي احكي معهم، قل لهم بيعرفوا هن الحساسيات التقليدية الموجودة بين عين الرماني وبين الضاحية، وبالتالي بس تيكونوا مسمكين هونيك كثير بهمنا على أنه تصير مظاهرة كمظاهرة وبدون أي مس بالسلم الأهلي، كثير بهمنا نحن السلم الأهلي. أوكي. أكبر دليل عمل اتصالات ورجع قال لي خصوصا بالجيش، بيقولوا بالجيش على أنه أخذين كل احتياطاتهم منتبهين لها النقطة، وعلى كل مفرق من يلي بيقدوا من الضاحية عين رمانة حاطين مجموعة عسكرية. قوى الأمن الداخلي قال لي نفس الشيء على طم الأسوة ليلة، هيدا مش مثل ما عم بتفلسفوا يقولوا ويكذبوا هلأ إنه خطة ومخطة هيدي بالليل الأول. بالليل قبل الليلة بس كان قبل انعقد اجتماع تكتل الجمهورية القوية صح، وكنت كأنك أعلنت يعني أطلقت النفير غلط، إنه دعيت الجميع إنه كانوا على جهوزية. لا غلط، هذا مش نفير عسكري، هذا نفير سياسي بامتياز، ورح أقول لك عشو. ومبارح النايب توني زهرة قال جزء منه، من بعد ما عملنا اجتماع اتفقنا إنه إذا إجا حزب الله بده يفرض بالقوة أوكي قتل العدالة وتغيير القاضي بيطار، شو بها نعمل نحن؟ شو عنا وسائل بين إيدينا؟ فكرنا بكل الوسائل القانونية، طلع أنه القضاء والله عم بيقوم بمهماته، وأكبر دليل آخر حكم لمحكمة التمييز بموضوع الرد وبالتالي من هالناحية ما بقى ينعمل شيء، ما بقى فيه إلا إذا أجى حزب الله بده ينزل بالقوة ويشيل القاضي بيطار بشكل من الأشكال. شو بده يكون ردنا إحنا؟ أخذنا قرار، هذا قرار بتكتل الجمهورية القوي قبل بليلة، إنه نحن أحسن طريقة نواجه فيها ندعي دغري لإقفال عام. وبقلك أكثر من هيك أستاذ وليد، دغري اتصلنا بكل قنوات الاتصال اللي عنا إياها، ببعض جمعيات التجار، ببعض الشخصيات النقابية، مشان تساعدونا بالإقفال. فإذا ردنا نحن على اللي كان ممكن يعمل حزب الله كان الإقفال العام، وبعده طبعا لحديث هلأ هو على أجندتنا والوحيد على أجندتنا. من بعد الاجتماع تبين أنه في المسيرة اللي عم بقلك عنها، انطلاقا من قصة المسيرة حكيت مع رفيقنا عماد خوري تيحكي مع إيات الجيش وقوى الأمن الداخلي، رد علي خبر ساعة 9 10 11 بالليل قال لي خلاص اخدين كل احتياطات، أنا نمت مرتاح ونمت عادي يعني، وأنا قدرت على أنه إيه نازلين. هيدي أول دفشة بدون يعملوها أنه ينزلوا على قصر العدل ويفرجوا على أنه هني جادين، وبدون يروحوا بالتدريج رح يعملوا شغلة تانية ما بعرف وين، شغلة تالتة ما بعرف وين، شغلة رابعة نمنع هالأساس يا معلمي. طيب امنا تاني يوم، هون الغش الكبير والكذب الكبير يلي عم بيصير. وين رح لك وين عم بيصير؟ كل أبوائهم وكل بعض سياسيين، وبتأسف البيان اللي طلع بعد الظهر، بتأسف كمان وزير الداخلية، كتير كتير بتأسف على وزير الداخلية على اللي قاله، لأنه ما عارف شيء من شيء وزير الداخلية يلي بيقولوا على أنه في مظاهرة كانت قاطعة واجت مجموعات من القوات اللبنانية وتعرضت لها. غلط 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 غلط. خط سير المظاهرة شو هو؟ الضاحية دوارة الطيوني عوان بدارو عدلي مزبوط ولا لا؟ بلا. أنا بدي أطلب من كل وسائل الإعلام ومن كل التحية، الجيش عطول كان موجود تشوف الحادث الأول اللي صار، هو صار في حادث أولي وبعدين صارت الاشتباكات في مكان آخر ما بعرف وين ما بعرف كيف، وشفت أنت مجموعات الناس يلي طلعت من الشوارع من هونيك بالضاحية، شي مسلح وشي مش مسلح بالحادث الأول. بس تكفي لك وين صار الحادث؟ أنا بدي أسأل وزير الداخلية يلي مبارح تنطح ويقول أنه صار تقويص على المظاهرة، المظاهرة في مكان آخر. إذا بدك المظاهرة اتجاهها خط سيرة طيوني بدارو العدلية، الحادث صار بزروب مزوري بعين رماني حد مدرسة الفرير، شو دخل هاي بها؟ وبالتالي ليه برأيك الوزير الداخلية هالأمر؟ هلأ منكمل القصة مش عارف بواحد سياسي ما انه عارف الوقائع، بس رح كفينا ما انه عارف أو قاصد هذا الأمر ما بعرف صراحة، ليش ما بدي حط بس رح لك هلأ على الأرض شو اللي صار بالضبط على الأرض. ليش على الأرض؟ ايه مزبوط، بكل المناطق يلي نحن عنا تواجد فيها متواجدين فيها طبعا ما منغيب عن شيء. وبرجع بقول لك من وراء الاحداث السابقه ما حدا ينسى انه قديش في بين عين الرمانه والضاحيه، كم حادث استاذ وليد هلا بس 6 شهور؟ لا طبعا 2 3
فاذا ايه طبعا كل العالم موجوده، كل العالم عم تراقب، كل العالم ناطره، وخصوصا انه في سوابق بس موجوده او وكانه تنظيم شبه عسكري. يعني اليوم عم نقرا تحليلات انه ما فيك تنزل بهالقوه اذا ما عندك خط امدادات، اذا ما عندك تنظيم مصبة، اذا ما انك مجهز حالك ببنيه عسكريه محدده. مش مزبوط. والوحيد يلي بيعرف الوقائع عن جد هو الجيش. نحن كل تواجدنا كان عندنا مراكزنا يلي بحالات مثل هاي طبعا بتجمعوا شباب فيهم طبيعي. يعني تصور وخصوصا بمنطقة مثل عين الرمانة صارت معرضة أكثر من مرة، وخصوصا منطقة مثل عين الرمانة يلي كانوا يتعرضوا لها هالمرة مستنفرين وطاحشين ومرئين من حدها. طبيعي انه يكونوا متواجدين الكل، بس انه خط امدادات وانتشار عسكري ما في شيء منه، كله ما في شيء منه، الا انه مثل ما بيكونوا موجودين حي الله شباب احياء بالاحياء تبعهم. طب الكل بياكدوا انه في قناصه؟ هلا الكل بياكدوا في قناصه، من وين هالقناصه؟ لا الجيش خلي يقول، خلي يقول من هالقناصه، بس بكافه الاحوال تقلك شغله. فاذا مظاهره ضاحيه اوكي، طيوني بدارو العدليه. وين صار الحادث استاذ وليد؟ صار بزقوق داخلي. اللي صار على انه المظاهرة قطعت ونزلت على وزارة العدلية، وكلنا كنا عم كان في بالعدلية أساسا، كان في بالعدلية وإجا ناس تانين وانضموا. طبيعي هذا حق كل لبناني، شيء طبيعي. شو بدك بس حد هودي شو بدك تقول؟ رح أقول لك شو بدي أقول. كان في محاولة للدخول إلى عين الرمانة طبعا، ورح أقول لك المحاولة. وإذ بيجي ناس هو اللي شفتهم يلي بينوا على كل وسائل الإعلام، يعني ما في شيء سر، جربوا يفوتوا من أول زقوق صدن الجيش، جربوا من تاني زقوق صدوا الجيش، بتالي الزقوق كانوا صاروا بين 100 و200 شخص، كان في 3-4 عناصر من الجيش طحشوا عليهم، زتون على جرب من بينه حتى بالشايل، وضلوا طحشين عين الرمانة. بلشوا يكسروا سيارات، هونيك اصطدموا بالاهالي، هونيك صار الحادث الاولي. بس مش هيدا الحادث الاولي يلي روح الضحايا اللي راحت، مش مزبوط. وين الحادث الاولي؟ هذا الحادث الاول، هذا هو يعني الحادث الوحيد، محاوله الدخول الى عين الرمانة، مش محاوله الدخول، والتكسير والتهويل ومحاوله الدخول الى البيوت حتى، ومبينه بالكاميرات. يعني امبارح عده محطات تلفزيونيه حطت واضحه جدا، يعني بصيروا يحكوا ويتفلسفوا اطلاق نار انه كمين معمول للمظاهره، مش مزبوط على الاطلاق. هلا من بعد هيدي يعني يلي صار بتدرجه باطار الدفاع عن النفس من يعني جهة عين الرمان. الدفاع يعني القوات اللبنانية عم تدافع عن مناطق معينة. أول شيء مش القوات اللبنانية، بدي أرجع أكد على هالنقطة، كل أهالي عين الرمان، وبتمنى حدا ينزل عين الرمان. وأكبر دليل ما بدها شيء، النايب سامي جميل بتعرف شو موقفه من القوات اللبنانية. امبارح قدر بعد الظهر إلا ما نزل عين الرمان وعمل برمي كاملة، ليش عم بيبرم على القوات اللبنانية؟ مش مزبوط. وانتبه وغيره من القيادات، سامي جميل العرب بس غيره من القيادات ما العرب. قصة منطقة بكاملها وقصة مجتمع بكامله، يعني كان في القوات وغير القوات، كثير من الناس كانوا موجودين هونيك انطلاقا من الأجواء السعيدة بالبلد، ويلي أوجدها السيد حسن نصر الله بالذات. هاي التعبئة أو الشحن والشحن والشحن، شو بده يودي لنهاية المطار؟ طيب أول ما طحشوا عليه كل شيء هوليك عم يمرقوا ويروحوا بالمظاهرة الفعلية، ما حدا بده شيء. وبقول لك شغلة أستاذ وليد، كثير من الناس بهالأيام بدها السترة، ما حدا بده شيء، ما حدا وين بال الناس، بين الناس بأمورها المعيشية اليومية. إيه بس وصلت القصة هيك، يعني تحشي على داخل المنطقة وبتعرف اتجاه سياسي أيه وبتعرف بأي طريقة مبينة على الكاميرات وطلع قواص. قبل ما يصير أي شيء كان سقط 4 جرحى من عين الرمانة. قبل ما يسقط أي قتيل أو أي جريح من الجانب الآخر يلي بتأسف جدا على سقوطهم ويلي بتحمل مسؤولية سقوط هالقتلى، هني إيداتهم يلي جرون على هالمطرح بالذات. بس وزير الداخلية هون كمان حكي عن إصابات بالرأس، إنه وكأنه في قتلة محترفين بهالموضوع. هلأ في يحكي على بده إياه، وما بعرف مين قوس على مين، وإذا صابوا بكتفه ولا بصابوا برأسه، هون صار التفاصيل. لا حكي يعني شدد عليه قال الإصابة بالرأس عدة مرات. عال يحققوا ويشوفوا، بس يحققوا من كل الجهات، مش مثل ما صار امبارح بالليل واليوم. بتأسف على أنه مديرية المخابرات عم بتودي ورا ناس من عين الرمانة. خي إيه بدك تودي ورا ناس من عين الرمانة؟ ما هو قاعدين ببيوتهم، هو قاعدين بمنطقتهم، ودي وراهم، بس ودي ورا اللي كانوا جايين عم بتعدوا عليهم، لانه انت قبل ما تودي ورا المعتدى عليه ودي ورا اللي عم بتعدى عليه. طيب حكيت انه اهالي عين الرمانة ايه صح، وشبابنا من ضمنهم طبعا،
شباب الكويت من ضمنهم. هل كمان كان في شباب من التيار الوطني الحر؟ اصلا ما بعرف اذا بعد في شباب من التيار الوطني الحر. ايه عن جد ما بعرف، عن جد ما بعرف. وفي يعني الكتائب كانوا ما بعرف، عم تسالني اسئله عن جد بس بعرفه. عين رمانة بعرفها مزبوط، يعني انا عشت فيها، قعدت فيها انا 10 سنين. عين رمانة بالرغم من كل حجمها ضايعه، يعني اذا صار اي شيء، اذا دق الجرس عند البريد ولا معت العنزه، اذا بعد في عنزه صوب فرن الشباك، كل العالم بتقوم بتنزل من بيوتها وكلهم بيروحوا، بتعرف كيف بعين رمانة. فاذا بتصور ايه يعني كل المعنيين بعين رمانة. بدي اذكر شغلي على عصير التيار الوطني الحر، من شي 3 4 سنين فاتوا نفس الشيء، ما بعرف شو كان فيه، وفاتوا من صوب الضاحيه ووصلوا على اول بيت طحشوا عليه وقتلوا قتيل هونيك. منين طلع؟ من التيار الوطني الحر. تشوف الحظوظ اوقات كيف بتسيب. بقى ايه بتصور انه شباب التيار الوطني الحر، يعني بتصور شباب مطرح وايدتهم مطرح تاني، شباب التيار الوطني الحر بتصور كانوا مع الناس. برايك اليوم حقيقة انه قيادة التيار بمطرح تاني؟ هلا هذا صار بحث، بحث سياسي، بحث سياسي شو بدنا فيه. بس برجع قصة عين رمانة، قصة عين رمانة. هلا في شاهد من اول لحظة كان، من قبل بليلي كان، لما بعد ما خلصت هو جيش موجود بكثافة، كان على كل المفارق، تفاتوا على عين الرمانة اطاحوا بواحد من حواجز الجيش. بس في اتهامات للجيش بالانكفاء، مش مزبوط، او حتى اكثر من هيك، يعني في مش مزبوط، في اتهامات انه ما لعب الدور المطلوب منه. انا كنت مفكر هيك بس شفت الاحداث. يا اخي ما انا وديت قلت لكم يا جماعة كرمال الله انه عملوا التدابير اللازمة لما تصير هيك. بس رجعت شفت الصور على بعض الشاشات، خصوصا الام تي في، بس شفت الصور واضح جدا، جاي لك شي 200 انسان، عرفت كيف؟ هيك وبمنظر، والموجودين على المفرق 3-4 عسكريه، جربوا العسكريه يردون، اذا بدك لزقوهم بالحيط. شو بيعمل العسكري بقوس 55 انسان 100 انسان بوجهه؟ انه انا هيك كنت مفكر، رجعوا صاروا يجربوا العسكريه يلحقوهم. وبالتالي الجيش ما في يحط، ليه ما عمل جدار عازل الجيش؟ ما هو عامل جدار عازل، بس هن اخترقوه، يعني اخترقوه بده يخترق، طحشوا عليه. انا ليش وزير الداخليه يتفضل يسال الجيش شو صار معه؟ يا اخي طحشوا على الجدار العازل يلي كان عامله الجيش بين منطقه المظاهرات وبين منطقه عين رمانة، وطبعا هيك لازم يكون. انا شخصيا عملت اتصالات قبل بليلي بجيش قوى الامن الداخلي مشان تكون هالجدار العازل، كثير طمنت بالي بس عرفت جدار عازل. طيب اذا بدي بس وصل القصه انه عناصر الجيش ما يقدروا يردوا، جحافل جاي، جحافل استاذ وليد جحافل. انا بتمنى على كل وسائل الاعلام وعلى كل المحققين والقضاة ينزلوا عين رمانة يسالوا الناس اللي جوا، خي شو شفتوا؟ بس الناس العاديين البسيطين. وصار بعد التحقيقات مبارك. بس امبارح حزب الله وامل تهمكم بالمباشر، بس مش مزبوط. ومقدمه قناه المنار قالت انه القناصون القوتيون معروفه اسمائهم. مش مزبوط، واذا معروفه اسمائهم يعطوهم للجيش. ما بدها شيء. طيب اذا بدي امشي بروايتك، شو قصدهم يعني؟ شو قصد يعني المسيره يلي وصلت؟ شو بدهم يعني؟ انت بتحكي لهم شو بدهم؟ شو كان بدهم؟ 7 ايار 2008، شو كان بدهم؟ 7 ايار يفرضوا وجودهم بالقوه. كان في حتى كان تتراجع الحكومه، تتراجع عن قرارين اخذته، عن قرار، وهلا تتراجع الحكومه عن قرار اخذته بتعيين قاضي بيطار. هل بتعتبر انه سمير جعجع افشل 7 ايار الجديد؟ لا مش سمير جعجع، ليش بدي اقول هيك؟ اللي افشل 7 ايار جديد شعب حي موجود بعين الرمانة. هاي الحقيقة بكاملها، ما حدا يجرب يفتش شمال ويمين. بس هلا هني على طول بدهم ضحية سياسية، بيطلعوا شو بيتهموا شعب عين الرمانة، شو رح يطلع لهم؟ ما بيطلع لهم شيء، بصير هاي القوات. مثلا امبارح على سبيل المثال الحسن، بس تقلك مدى الكذب ومدى هيك الغش اللي عم بيعملوه، انه هاي صارت على اثر اجتماعات صارت بمعراب قبل بليلة، وتكلف مسؤول الامن الشخصي بيير جبور. مزبوط؟ على كل وسائل الاعلام اتكلف على انه هو ينزل، ونزل هو نزل التعليمات. انت عارف انه بيير جبور صار له سنة تارك مسؤولية الامن الشخصي عندي، وصار عنده مسؤولية حزبية مدنية ادارية بمنطقة جبال من سنة. وانت بجبال انت عارف شيء؟
ما ليك شو عم بيحكوا هن. واكيد لا صار شيء معاد بمعراب، وبمعراب كنا عم نعمل الشغله العكسيه، كنا عم نتصل بجيش وقوى الامن الداخلي وعم بحكي هالشيء على الهواء، والجيش موجود وقوى الامن الداخلي موجودين، وارفع المستويات نقولن يا جماعه. بس لو هلا هو بمهمه مدنيه بيمنع يعني انه يستلم قضيه نظريا؟ لا بس عمليا، بس عمليا مش هذا الخطر على البواب. اذا دق الخطر على البواب ما حدا منا بيمتنع، بس ما هذا اللي صار. ولانه طالما الجيش موجود وقوى الامن موجوده لا بدق الخطر على البواب ولا شيء، واكبر دليل امبارح. بس تفضل اللي صار. طب حكيت عم بتقول منو سمير جعجع هو اللي عمل هذا؟ لا، لكن لا يتصل فيك رئيس الجمهوريه العماد ميشيل هون، وبنعرف انه يعني لأنه ما في هالود يعني لانه ما هو انه يشتاق لك بالليل. ما هو الرئيس ميشيل هون بدق له هاي، بعرفه مزبوط انا، مزبوط مزبوط، اتصل فيي عن سابق تصور وتصميم. شو يعني؟ يعني اتصل فيي تجربة حطها عندي ايش هالقد واكثر من هيك، وعاي بتصير هيك اشياء بهيك ظروف. قال لي كيفك حكي منيح؟ قلت له منيح. قال لي بدنا نوقف هالقصه بالطيين. قلت له فخامه الرئيس هي قصه؟ قال لي هاي الشيء بيطلع عم بتصير القصه. او مثل ما ذكرت احدى الصحف اليوم انه قال لك وقف الاعيبك. لك لا لا شو بدك تقول؟ لك لا لا قال لك بدنا الجنرال قال بدنا نوقف الجيش من اول لحظه تحت. قال لي ايه بس بتعرف الجيش ما في تجمعات مدنيه. قلت له يفرضن الجيش يروح يقول لهم فلوا على بيوتكم. قال لي ايه بس ما بتعرف واحد بيطلع على سقف بنايه وبصير يقنص من سقف بنايه. قلت له عادي يطلع على الجيش. نحن جانا ما قلنا شيء بالقصه كلها سوا لتحت، الا انه نحن موجودين مع الناس مثل ما الناس موجودين، موجودين بين كل البشر طبعا، ما حدا يفكر رح نستقيل او حدا يفكر رح نهرب او حدا يفكر رح نطلع من بين الناس، لا. واذا هلا بزحله صار شيء شبابنا اول شيء طبعا رح يكون، طبعا هذا شيء تحصيل حاصل، بس مش معناتها انه عاملين خطه وعاملين انتشار ومدري شو عاملين، لا. موجودين مع الناس، بالبصير على الناس بصيره بالكهرباء هيك وبالمي هيك وبالغاز هيك وبكل شيء هيك. يعني كان الاتصال جيد نوعا ما بينك وبين؟ لا كان سيء. سيء ما استنضفت الاتصال ابدا. ايه معلوم. ايه معلوم. بس ما دام هيك يعني بطريقه النصيحه عم بقول لك؟ لا مش نصيحه ابدا. رئيس الجمهورية اكثر واحد بكون عارف شو عم بصير على الارض، عم بتصل فيه مشان شو؟ هل بتعتبر انه كان قصده يوصل لك رساله معينه رئيس الجمهوريه؟ انا برايي كان قصده يسمع من يعنيه الامر انه هو اخذ طرفهم وانه هو عم بيتهمنا مثل ما هن عم بيتهمونا. مش مقبول هيك. بس باجواء هيك. كمان بالاجواء الاعلاميه غير هيك، يعني حتى وصلت بعض الصحف انه تعتبر انه في اليوم او ما حصل ما جرى حزب الله عم بيواجه نوع من انواع العصيان العوني، يعني مبين انه على مستوى ليك على مستوى المحقق العدلي هيك مبين لهلا. هلا بكره بيشتريوا وبيبيعوا مثل العادي ما بعرف. بس هيك على مستوى المحقق العدلي، على مستوى احداث عين رمي امبارح شبه اكيد. برجع بقول لك انا جنرال عون ميشيل عون بعرفه من 40 سنه يا ما، انه امبارح ما استنضفت ولا نتفه ولا نتفه اتصاله فيه انه شو هالشوق يلي صار لنا هلا 3 سنين ما بنحكي اوكي، وفجاه وتقول لي ليش مش عم بيحكي مع قياده الجيش؟ ليش مش عارف شو فيه؟ شو بقى نعمل نحن؟ طيب هذا بالنسبه لموقف الرئيس عون. بالنسبه لموقف الرئيس سعد الحريري اريد بينه؟ ايه عيني لك شيء؟ هذا سبب خلافنا نحن وياه، لا سبب شخصي ولا شيء. رئيس سعد الحريري بضل صديق. بس سبب على انه رئيس سعد الحريري يعني معتبر انه هيك تخاط السياسه بلبنان بالوقت الحاضر، نحن مش هذا راينا. بس بكافه الاحوال ما عم بتروحوا حكيم بمغامره؟ يعني اليوم مؤشر لإلى ولي جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي، وقت اللي حكي انه لو حقيقه هالدول الغربيه او هالمجتمع الغربي مثل ما سميه انه بده الحقيقه، كان على القليله يحط الوثائق يلي عنده والتسجيلات اللي عنده وكل المستندات يلي عنده بعهده التحقيق اللبناني. وبالتالي عنده تخوف على هذا الصعيد. برايك انت عم بتخوض من جديد معركه دونكيشوتيه في هذا الامر؟ على الاطلاق عم خوض معركه مبدئيه يجب ان تخاض. اذا الدول الغربيه والفاتيكان على راسها ما بدهم يعرفوا الحقيقه، نحن بدنا نعرف الحقيقه. هيدي امر لا مفر منه، وعيب عيب عيب نحكي بهالمنطق انه اذا الدول الغربيه بدها تفرض ما بدها، نحن ما بدنا.
ليش اللي ماتوا هون من دول غربية ولا من شعبنا نحن؟ ليش اللي دمرت واشنطن ولا باريس ولا دمرت بيروت؟ لا أبدا. نحن بما يتعلق بتحقيق العدالة، بما يتعلق بكشف الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت، أبدا. بتسميها أنت مغامرة، بتسميها مقامرة، بتسميها موقف مبدئي، بتسميها أنه ملاحقة للحقيقة، سميها بدك، بس أكيد رح نضل ملحقينها للآخر. يعني عمي في إنسان لوحده اسمه طارق بطار مجمد هالقد، نحن كقوة سياسية مفترض نحن نحمل هم المجتمع، نيجي نتراخب هاي بنقول لا تمن. هل اللي صار امبارح هو مجرد بروفا أولى؟ البعض بيقولوا بروفا أولى أو جولة أولى وستتبع جولات. طالما الجيش الحالي موجود، وهون تخوف تاني هلا. أي جيش عم تحكي؟ الجيش الحالي. الجيش اللبناني. الجيش اللبناني. طالما الجيش موجود فين يجربوا بدهم إياه، ما بيقدروا يعملوا شيء. بس أنا اللي متخوف منه هلا ما يجربوا يلتفوا على قيادة الجيش اللبناني. ليه؟ أكيد قيادة الجيش كل العالم تعرف على راس السطح جوزيف عون شخص عوني، يعني عوني عوني يعني من بدك إياهن. بس شو عنده مبادئ وشريف، وبالتالي ما بيقبل يعمل ألعاب وبيتصرف مثل ما لازم يتصرف. أوكي، هل يا ترى رح يضلوا فيهم حاملينه؟ هون تخوفي أنا، مش تخوفي ما فين يعملوا لا تاني ولا تالت ولا رابعة. بس شو هالكلام الإيجابي تجاه قائد الجيش؟ لا مش لا، هيدا الوقت اللي عم نشوفه مثلا خليه صارت سبع أيار. أوكي، شو عمل الجيش؟ ماشي مهم. أوكي، صارت هيدي بخمسة دقايق أول شيء الجيش كان أخذ احتياطات، بس للأسف هوديك إجوا بأعداد، كيف بدي أقول لك، إجوا بأعداد فطسوا هالخمسة عناصر من الجيش يلي بهالزقوق بالذات. هن جربوا يفوتوا بالزقوق تاني ما قدروا دكوا. فإذا بيرجع دغري بس اندلعت الأحداث وصلت التعزيزات، لو ما هيك الله يستر الله يستر الله يستر. بس سبع أيار وقتها عم نحكي كنتيجة سياسية أدى إلى وصول قائد الجيش آنذاك ميشيل سليمان إلى رئاسة الجمهورية. هل هذا يعني أنه الحظوظ عم تتراجع انطلاقا من أداء قائد الجيش الحالي؟ أنا برأيي لو جوزيف عون بفكر برئاسة الجمهورية ما بيتصرف ما عم بيتصرف. برأيي برأيك فقط عم يتصرف كقائد جيش، عم بيتصرف إذا بدك اللي تلمسته أنا من أربع سنين لهلأ، هذا رجل قناعات. يعني شو قناعته بيعملها هلا؟ قناعته بتقربوا من رئيس الجمهورية بتبعدوا عنها، بتقربوا من هالمركز بتبعدوا هناك، ما بعدش يحسب هون. يعني مش هيك حسباته، وقليل اللبناني اللي هيك حسباته. حسباته على انه شو لازم يعمل هلا بيعمله، بغض النظر عن تأثيره على مصالحه الشخصية. هل القوات، يعني كتير ناس عم يسألوا، هل القوات اللبنانية وهل سمير جعجع مستعدان للحرب؟ لا، يعني بعد قصة امبارح في تخوف من ردة فعل. هل القوات اللبنانية وسمير جعجع فيهم يتحملوا ردة الفعل التي يمكن أن تنشأ؟ لك أستاذ وليد، خليني أقول لك شغلة عن أيام جدودك وجدودنا. أنا بعرف كنت ولد صغير، كنت كون بضيعتنا بشرة يكون جدي قاعد حد مني، نسمع جراس عم بدقه، قل له يا جدي شو في؟ يقول لي في هجوم على دير الأحمر. أوكي، وكل الضيعة كلها بتعرف كيف اطلع. أنا أصير اركض هيك بين البيوت وبالزوقية، ما يكون في رجال الا محامي الباروت وطالع من بيته. هالمنظر احفظه واعتبر اذا حدا بده يتعدى علي تعدي إيه اكيد على طول بدنا نعمل هيك على طول. بس هيدا شيء، وانه يكون عندك تنظيم عسكري شيء تاني. لا، بس على طول بدنا نعمل هيك. اوعى حدا يفكر انه رح نموت وعيوننا مفتوحه، اوعى. يعني بيكون مغلط كثير. يعني فينا نقول انه اعلان حرب ولو دفاعا عن النفس؟ لا اعلان حرب ولا شيء، بس كرامتنا كثير بتعز علينا وما بنقبل حدا يتعدى علينا. نقطع السطر. هلا كتر خير الله في حد ادنى من الدوله موجوده هي عم تتولى هالامر، كثير منيح، ما بنطلب اكثر من هيك، ما بنطلب احسن من هيك. وما حدا يفكر في حدا بلبنان مغلطين الفريق الاخر، ما يفكروا ضيعة صغيرة هالقد اسمها شوية، لك شو عملوا اهاليها؟ خلص حجزكوا سكان. هل تعتبر لبنان بالمعنى السياسي انه بعد 14 تشرين ليس كما قبله؟ انا ما بدي احطها هيك، بس في كثير، بس بدي ابعث رسالة كثير واضحة. في كثير تحليلات اليوم بعمل. الشعب اللبناني ضاق زرعا بقى بحزب الله وتصرفاته داخل لبنان. بيعتبر حاله حزب الله مقاومة، نحن ولا يوم من الايام اعتبرناه، بنعتبر المقاومة الحقيقية هو الشعب اللبناني والجيش اللبناني والدولة اللبنانية، شو هالحكي هذا؟
اوكي لكن وصلتنا المقاومه لك على مستوى رغيف خزمنا لا حتى وقت اللي ادى الى انه ازاله الاحتلال الاسرائيلي شو بدنا استاذ وليد شو بدنا بكل هالشعارات شو بدنا بكل هودي حتى بوقتك كل شعارات خلينا نرجع هلا على اللي بصير هون هذيك بنكتب بنبقى بالتاريخ كل واحد منا بحط رايه وقت اجوا عم يصاحبوا الاسرائيليين من جنوب بتذكر تمام انا كنت وقتها بالاعتقال ولك السوريين ولفيفون اوكي سرقوا لا كيف ينسحبوا ما لازم ينسحبوا من الجنوب حاشد اللي بدهم عطوه شماعات تيعلقوا وجودهم العسكري عليها مش انت يضلوا مستمرين بهدف السيطرة على اللعبة الداخلية ما راح تصير حزب الله صار لازم يكون ايقن هلا ما بيقدر يسيطر على اللعبة الداخلية بلبنان خلينا ناخذ عبرة من اللي صار امبارح بالعراق شو صار اول انتخابات جدية صارت بالعراق شو صار صوتوا ضد الناس مع انه 60% من شعب العراق شيعة وصوتوا ضد خلص لازم ياخذ الامسولات اللي لازم ياخذها من كل اللي صار من كل اللي عم بصير وخلص يعرف على انه بلبنان اللعبة لعبة سياسية ديمقراطية بده يجرب يسيطر عليها بالقوة بتنقلب عليه طيب. مثل ما شاف على كل حال فتحت يعني قضايا الانتخابات فتحت انه كمان التداعيات السياسية لو ما انا كتير حابب تحكي بهالموضوع بس ما فينا الا ما نطلع عليه بس بالفقرة التانية حكيم هل عندك تخوف نوعا ما من انه ترجع ايام المجلس العدلي عليك تحديدا يعني اليوم كمان في اجواء بالصحف انه بدنا محاكمه للاشخاص يلي وصلونا لهون امبارح يلي جروا لبنان للفتنه طبعا بدنا محاكمه الاشخاص اللي جروا لبنان للفتنه هن يلي صار لهم شهرين ثلاثه عم بيعبقوا وعم بيحضروا وعم بيقولوا بدنا نستعمل الوسائل الاخرى بدنا نستعمل الشارع اذا ما بتشيلوا القاضي بلتي احسن طبعا بس عم بيقولوا لازم هالقضيه امبارح تنحال ايضا على المجلس العدلي ما عندنا مانع على الاطلاق ما في اي مانع بقي تدبير قضائي فعلي بس هن عم بينسوا شغله اذا مثل ما مفكرين ومفكرين هيك مزبوط هم بنقل على الشق الثاني فاذا عندهم اول هدف القاضي بيطار هن مفكرين يساعدوا بعده تيوصلوا لها الهدف انه يقتلوا العداله بلبنان ما يخلوا الحقيقه تبين بانفجار مرفا هذا الهدف الفعلي كل التصعيد هذا اللي عم بتشوفه هذا كله من قبيل تصعيد 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 تيوصل لهذا بس شرطهم حتى للعوده الى الحكومه صاروا ثلاث شروط اولا طارق البيطار اثنين التحقيق امبارح كمان بحالته على المجلس العدلي وثلاثه محاسبه حتى نوعا ما الاجهزه الامنيه اللي بيعتبروها انه مقصره اذا مقصره الاجهزه الامنيه مقصره كانت على ان تطلق النار عليهم وقت اللي كانوا عم بلشوا يعتدوا على الناس هذا بيعتبروه تقصير نحن لازم ندعي بهالخصوص ومقصر ما كان لازم تخلي فريق يجي يطحش على منطقة لفريق آخر بدون سبب بدون علة بدون شيء بدون شيء يعني وبالتالي حاج يحكوا بالموضوع تاني شيء بدون تحقيق نحن بنتمنى كتير بنتمنى بس عشر تحقيق يطال كل الناس وبالأخص يطال الناس يلي كانوا جايين عينك يا تاجر قدام كل الناس قدام كل الكاميرات مبينين صورهم موجودة حاملين سلاح وعم بيطحشوا على منطقة تانية وعم بيكسروا سيارات وعم بيجربوا يفوتوا على أبنية وينتهكوا حرمات الناس ايه طبعا تحقيق مثل هذا طبعا بدنا اياه طب ما دام عم نحكي عن تحقيق كمان ذكرتنا تأكيدك على قضية التحقيق العدلي بس برأيك بظل هالأجواء وبظل التطورات وبظل تحول شاء أم أبا هون تحول طارق البيطار إلى طرف لا قلت لا. لك شاء أم أبا لا 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 مش مزبوط بعده قادر هو مش أن مزبوط. أنه يكمل بهذا الملف القضائي طبعا قادر يكمل ولازم يكمل بهذا الملف القضائي مش معناتها إذا إجا قاضي عم بيكشف حرامية وجمعوا الحرامية على طبعا ما راح يكونوا مبسوطين فيه نقول صار طرف مش مزبوط صار طرف إذا بعين العدالة والقانون والقضاء صار طرف يعني بكره بيبين بالقرار الظني بيبين على انه اذا عمل هيك ولا عمل هيك ولا في عنده هالثغره ولا عنده هذيك الثغره ولا نط فوق القانون الفلاني ولا نط فوق الماده الفلانيه لا هلا لا كيف صار طرف انه المدة عليهم هن طرف وهو طرف ما طبعا وكل قاضي بالدنيا هيك هو طرف واللي عم بيدعي عليهم طرف ايه بس ليش مين ضده هلا بس حتى تنحكي بمنطق الواقع اللبناني إيه؟ اذا ما بدي اعتبره طرف اليوم مع مين بيقدر طارق البيطار انه يكمل تحقيقات بعده قادر انه يحقق لنفترض مع علي حسن خليل قادر يحقق مع غازي زعاتر ما رح يجوا
قادر يحقق مع يوسف النينوس كمان ما رح يجي بيعمل اللازم بيصدر مذكرات توقيف مثل ما عمل غيره عظيم وأصدر مذكرات توقيف وبيحط ساعتها قناعته بقراره وظنه مثل ما بصير بكل دول العالم ليش بكل دول العالم بكل قضية يمثل كل المدعى عليهم لا في كتير قضايا بدل بس هودي أساسيين مثل ما هو معتبرون يعني أوكي بيحطها بقراره وظنه يعني بدها تصير القصة تروح على الناس إنه الدرجة الثانية أو درجة الثالثة لا هودي بس يلي رح يتعرضوا لا ما هودي غيابهم تغيبهم بحد ذاته قرينة على مسؤوليتهم بتصير انتبه لا مش هيك مش جنوا تغيبوا صارت مسؤولية على تحت منهم لا بيقولوا يعني هاي قرينة إضافية وبما أنه فلان استدعي أكثر من مرة وما أجى على التحقيق وبعد ما بين وهارب فار من وجه العدالة فإذا مما يدل على أنه إيه التهم موجهة إليه صحيح ما بده شيء سيد حسن نصر الله بيتهمه بالاستنسابية كيف؟ إنه دايما إنه في على طرف واحد كيف على طرف عم بيقول إنه المسؤولين يلي تعرض لهم هو أو طلبهم للتحقيق إنه هن من طرف سياسي واحد وبالتالي كأنه الأمر يستهدف فئة سياسية معينة مش صحيح لأنه الوزارات المعنية على طول مع طرف سياسي واحد الوزارات المعنية بهالشأن من طرف سياسي واحد وإني عم يسألوا وين القيادات العسكرية كمان القيادات العسكرية استدعي أيدي الجيش الماضي واستدعي مدير المخابر الماضي يلي عوقتهم صارت القصة إنه لا لازم يستدعى الحالة خي الحالة ما تلقى وسيق ولا بعد وسيق لا لازم يستدعى يعني شو المنطقة اللي عم بيحكوا فيه إنه إذا كل ما استدعي وزير لازم يستدعى وزير تاني مقابله وإذا استدعي وزير أشغال حالي لازم يستدعى وزير أشغال سابق أو العكس بالعكس إذا استدعي وزير أشغال سابق لازم يستدعى وزير أشغال حالي مش مزبوط المحقق العدلي بتصور أنا عم بيستدعي انطلاقا من وثائق موجودة عنده موجود عنده وثيقة على أنه وزير الأشغال السابق فلاني اتلقى وثيقة إذا وزير الأشغال بده يكون من إدارة المرفأ بتقول له يا سيدنا في هالقد وهالقد نترات وهو كتير خطرين لازم نعمل شيء فيهم راح حطها بجرور ضروري إذا ودى وراه يودي وراه وزير الأشغال اللي قبل منه إذا ما عنده أي وثيقة بتدل على شيء مماثل هذا هراء 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 وهذا تدخل بالتحقيق وما لازم حدا يسمع لحاله يتدخل بالتحقيق بعدين من شو خايفين سيد حسن نصر الله من شو خايف خايف من شو خايف خايف من مؤامرة دولية من شو إنه تفوت الدول أو المجتمع الدولي على الواقع اللبناني انطلاقا من هالقضية مش مزبوط وعم في اتهامات بالطرف الآخر إنه القاضي طارق البيطار على تواصل مع سفراء معينين مش مزبوط واجتمع مع يعني عدد من ما بعرف على مين ما عليه بس ما فينا تحت هالحجة نوقف كل شيء بالبلد فيني هلأ أقول لك شو ما عم بصير هلأ بالبلد لا ما هيدا المخابرات السورية كمان مخترقته وعم بيعمل هيك هاي صحيحة لأنه يعني على طول بجربوا يعملوا هيك هيداك عم بتحكي سفارة مدرمين و هاي اتهامات شو عنده دليل حسي شو وين كيف ليش بعدين القاضي بيطار مش هو رح يصدر الأحكام قاضي بيطار رح يصدر قرار ظني القرار الظني رح يروح خمس أهم قضاة بلبنان كلهم كمان الأمريكان شغلينهم وكلهم رح يفوتوا من خلالهم طيب سيد حسن ما رح يعين محامين للمتهمين هالمحامين رح يقعدوا يسكتوا ليش افترض الأمريكان دخلوا مع بالمحكمة الدولية ما عين متهمين بلا عين بلا وبرضو عين المحكمة عين ايه ورجعوا عينوا كمان محامين تيستفيدوا على المالتين من جهة بيتهموها على انه محكمة طيب المحكمة الدولية داخل فيها اسرائيل وامريكا والامبريالية والصهيونية وهون كمان مع طارق البيطار ما كل العالم بتعرف طارق البيطار خلفية بيتهم شو استاذ وليد قومية سورية نحكي كل شيء البيت يعني طبعا البيت ايه طبعا ايه هو نط من هونيك صار هلا امريكاني على صهيوني مش مزبوط ما فينا نتهم اي حدا باي شيء اذا عم بيعمل شغله مش على ذوقنا بدك تبين شيء طيب هو صهيوني وامريكاني وكذا والمجلس العدلي يلي بعدين بدها توصل القضيه قدامه شو كمان صهيوني امريكاني هالمنطق لا يجوز لا يستقيم بعدين لا يجوز ما فينا نقبل على انه حدا يوقف ويقول انا ما بدي هالقاضي مش اتبعوا كل 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 طرق المراجعه الامنيه حدا قال شيء حقه رد القاضي والارتياب المشروع ورد القاضي والبدكة اوكي حتى جربوا من خلال مجلس الوزراء انه يرجع يطرح القضية لحد لها الحدود مقبولة بس من هونيك تروح تقول ايه اذا ما شيلوا مجلس الوزراء انا بعرف كيف بدي شيلوا بعد في مجلس وزراء ولا ما بعرف وهيدي الاسباب تحدى يلي بيسألونا ليش يا اخي ما عاد تقبلوا تشتركوا بحكومات تفضلوا الحكومات شو هي تفضلوا بدنا نشترك بشو هل برأيك صارت حكومة ميقاتي مهددة برأيي ايه
لأنه كل يوم عم بيحطوا هاللغم بطريقة كل يوم كل يوم، مش إنه يوم أي يوم لا، كل يوم لغم. هلأ طلعوا له بهاللغم، خي ترك العملية الإجراءات القضائية تصير مثل ما لازم، بكرة بيطلع القرار الظني، شيله شرحه عمول البدكية ورجع روح قدام المجلس العدلي يلي هو غير طارق بيطار. طيب طارق بيطار ما بيسوى، سلمنا جدلا أوكي. والمجلس العدلي بس ليه عم بتقول إنه عم بيحطوا كل يوم عذائيل بوجه حكومتهم؟ كل يوم لا هي منا حكومتهم؟ يعني منهم ايه. هن الأكترية الأراب؟ بس على القليل يعني كان في الرئيس نجيب ميقاتي عم بيجرب في مكان ما إنه عم بيجرب يعمل شيء للتخفيف عن الناس بالوضع الحالي أوكي. حتى هالتجربة ما رح يخلوا يكفيها حتى لا مثلا هلأ كلامك إيجابي عن رئيس ميقاتي. أنا برأيي كشخص عم بيجرب وبالاتجاه الصحيح مثلا شوف شو اللي جرب بس يعني بس بمعايير هالايام هيدي من بعد 17 تشرين منه كمان من المنظومه الفاسده من قصه الخلوي الى قصه الشقق السكنيه يعني كل هالقضايا هيدي. ايه بس ما تقول لك شغله نحن اشتركنا بهالحكومه شيء؟ لا، مع انه هو كان عم بيشكل اكيد لا. فاذا نظرتنا للمنظومه نظره واحده، بس بقلب هالمنظومه اوكي في عندك درجه اولى ثانيه خامسه 10 17 انه هم بتجرب تشوف يعني بتحكي شوي صغيره عن حدا عم بجرب يعمل شيء على القليله، لانه الناس رح تختنق بشيء صغير رح تختنق انه اذا التقى حدا عم بجرب يخفف انه بتقول اوكي حدا عم بجرب يخفف، بينما السيد حسن عم بجرب كل يوم يصعب عن يوم وكل يوم عم بجرب يخنق اكثر. وذا اس هون وينه هون يعني بين اللي عم بجرب يخفف؟ لا حقيقه رئيس هون بغير دني. كيف غير مسيف رئيس هون غير دني تماما بس حتى بالنسبه لهالموضوع رئيس هون تعرف لبنان والرئيس هون هو محيطه المباشر هذا لبنان يلي بيهتم فيه بشكل مستمر. هلا شو بيقتضي هاللبنان تبعه هذا بيعمله بغض النظر شو انعكاساته على لبنان الاخر، مثل ما حزب الله عنده كمان لبنانه. حزب الله شو هو لبنانه؟ هو قضيته قضية الأمة ككل، شو بتقتضي بيعملوا بغض النظر عن انعكاساتها هون الناس بالشارع، ما على شيء بيقفوا شوي قدام ترمبات البنزين، بيجوعوا شوي، بيعوزوا شوية خبز، هي ما أنا مشكلة، المهم كله بيهون في سبيل القضية الكبرى. حزب الله عنده قضية كبرى، وجنرال عون عنده جنرال ميشيل عون عنده قضية صغرى. شو هي؟ هي 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 إيصال جبران بيصير من بعد منه للسلطة. بعد في إمكانية؟ بنظرك ونظري ما في إمكانية، بنظره هو إيه إمكانية موجودة على طول وكل شيء بيعمله من هالمنطلق. طيب هون خليني نروح للانتخابات. إيه؟ بعض قال إنه قبل ما تصير هيدي الاشتباكات امبارح أو المواجهات على الأقل إنه الدكتور سمير جعجع صار منصرف كليا إلى الانتخابات. صح. وهمه بهذا الموضوع إنه يزيد عدد المقاعد النيابية لكتلته لحتى يكون هو المسيحي الأقوى وصولا إلى رئاسة الجمهورية. صحيح الأمر؟ لا غلط. لا غلط. أول قسم منه صحيح. صح. أول قسم منه كتير صحيح. إيه؟ بس الهدف منه أول شيء نقلب الأكترية الحالية. بدي أرجع أكد نقلب الأكترية الحالية لأن الأكترية الحالية وصلت البلد لهون. بعد في أكترية حكي. في وأقلية بالوضع بعد يعني فيه. تيار المستقبل اليوم وين بتحطه؟ بالأكترية أو بالأقلية؟ لا مش حتى أوقات بيكون مع الأكترية أوقات بيكون مع المعارضة. بس خليني أخذ الأكترية الأساسية. لا مش كله ملتبس. تيار المستقبل بعد مش عارف حاله بأي اتجاه بده يروح. بس الباب لوحدهم أكترية. يعني حزب الله وتيار الوطن الحر وحلفائهم أكترية لوحدهم. هول عم يتحكموا بمسار الأمور. ليش نتعذب؟ بتيار المستقبل بدونه أكبر دليل وينه تيار المستقبل هلا؟ برات اللعبة مكفيين باللي عم بيعملوا، هاي الأكترية اللي بدها تغيير، هذا هدفنا الأول. ومزبوط منصرفين للانتخابات النيابية وهي بحد ذاتها بتضحك كل نظريتهم على إنه نحن عم نعمل مؤامرة وفتنة، عم بيعمل فتنة هو اللي صار له ثلاث أشهر عم بيدعي للفتنة، عم بيقول هذا القاضي وجوده بده يوصل لفتنة، بده يوصل فتنة، يعني هو بده يعمل فتنة مش أنت بيشيله. فأصلا معروف مين عم بيعمل فتنة. فبرجع سؤالك عن انتخابات مزبوط. نحن كل انصرافنا هلأ الانتخابات النيابية لأنه ما لنا شايفين في أي شيء ممكن يفيد. بس في إمكانية. وتذكر السيدي. زاد على الخمس. البعض بيقول إنه وضعكم. ايه؟ بعكس يعني يمكن ما بنسمع قوتيا على الصعيد. ايه؟ إنه أسوأ مما كان عليه الوضع بأي معنى. إنه ما عندكم حلفاء هالمرة. ولأنه الافتقاد إلى الحلفاء
بضعف لكم قصة الحواصل يلي ممكن انه تحصلوا عليها. ما تقلك استاذ وليد، ليش مرة الماضي مع مين كنا متحالفين بالانتخابات؟ بالتيار المستقبل كان متحالف مع التيار الوطني الحر، كمان نزلنا واحد مرة الماضي بس بعكار مثلا الا بعكار الا بعكار. اوكي بعكار بنقدر نأمن حاصل لوحدنا وكان الله يحب المحسنين. ما بدها هالقد يعني بعكار ونعمل بعلفك بس في عدة مواضيع كان معكم هو يعني سندتوا بعضكم لحتى تأمنوا الحواصل المطلوبة. مثلا بعطيك مثل صغير، ببعلبك الهرمي قدي جيب مرشحنا 14500 صوت، قدي جيب مرشح تيار المستقبل 10000 صوت. مين بيكون سند مين؟ إنه لا أوكي. عظيم بس انه انتو بحاجة تتأمنوا الحاصل. عندنا اليوم موجود حدا بيقدر يأمن مثلا للقوات اللبنانية 10000 صوت او ما بعرف. لا ما بدي 10000 تنحصل على حاصل، عظيم 5000 صوت ليل. اكيد بتحالفات جانبية قدر نعملهم على اكيد، على اكيد وبعكار على اكيد ووين ما كان يعني ده بتتوقع عدد نواب الكتلة الجديدة. انا ما فيني اتوقع بس بدي اقول لك شغلة على هالصعيد، اذا من بعد كل شيء مرق على لبنان يعني ليش بضل البحث هيك حزب ضيق؟ مش هو هيك. انا بحطها هيك، اذا من بعد كل شيء مرق على المواطن اللبناني ما بده يغير بطريقه تصويته، لا حول ولا قوه الا بالله، عن جد لا حول ولا قوه. البعض بيقول بلا رح يغير بس منه باتجاهكم، عال باتجاه قوى المجتمع المدني، عال كثير منيح يغير بس المهم يغير، مش مهم باتجاهنا، مش المهم، المهم الخط العريض، المهم يروح بالاتجاه الخط العريض الاخر بس يعرف ينقي، مش ينقي ناس خنفوشيريين يعني مفكرهم انه جديد هن يطلعوا اعتق من العتيق، بس هيك بس يغير على اللي بده اياه، بس يغير ويغير على مزبوط، على شيء جدي، على شيء حقيقي يعني، مش شيء هيك بالونات. طب بهالوقت مين حلفائك اليوم؟ اللي مين حلفاء مين بهالايام؟ مش تيار الوطني الحر وحزب الله كل شيء حلفاء؟ بيتفقوا بموضوع بيختلفوا بعشرة، بس يقال انه رح يتفقوا جاي يعني بالانتخابات على الاكيد. ايه؟ مش بس كتير على الاكيد، وحزب الله يعني رح يضحي الغالي والتمين قدام التيار الوطني الحر، مش محبة بالتيار الوطني الحر، اهم شيء على حزب الله شو هو؟ يقطع طريق على القوات اللبنانية. واللي عم بصير هلا كمان بهالسيئة اهم شيء يعني، عنده القاضي بيطار هاي القضية الاولى، القضية لحد قصة قضية القاضي، لانه هيدي هيئتها بتعمل له فضايح كثيره، مشان هيك ما بده انه يكفي. شو هي جريمه التفجير؟ ايه هيك الظاهر. بعد سؤال على الانتخابات، رح تتحالفوا مع وليد جنبلاط بشوف عليه؟ كله مطروح للبحث تنشوف وضع شوفوا علي، اوضاع كثير مهمه بالنسبه لنا، خصوصا 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 لجهه انه ضل شي منطقه متعايشه مع بعضها يا زلمه. شفت امبارح شو صار بين الرماني والضاحيه، انه مش 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 حلو هيك، فكتير مهم يعني هاي نقطه الانطلاق، انه شو اللي لازم نعمله هلا. بنتفق نحن وري جنبلاط على انه نخوض معركنا سوا، بس مختلفين مستقلين، بس بالاتفاق بيسوى. لا نخوضها سوا كمان بيسوى، يعني كل الاحتمالات مطروحه، بس اهم شيء كمان عم يتردد انه عنده اتصالات وعم بتصير مع التيار الوطني الحر. ايه ما بيمنع، بس نحن هم متكلين على التيار الوطني الحر بشو؟ تا يوصل وليد جنبلاط الأنيعة المطلوبة، إنه ما بيقدر يتفاهم معه؟ ما بيقدر. لا يمكن تحالف انتخابي، ما شفنا مرات إنه في تحالفات سياسية، ما بدك يقدر يجيب قعدة تصوت لهم؟ بيقدر يتحالف هو يوم. بس أنا تقديري الشخصي لا وردي عند وليد جنبلاط ولا وردي عند قعدته، والاتصالات مستمرة نشوف شو أحسن شيء، بس كتير بهمنا أول شيء يضل الجبل هيك بوضعه المستقر، هاي بالدرجة الأولى قبل الانتخابات. من هون يقول رايح شو أنسب شيء لقلهم لقلنا بالانتخابات. طيب في أقل من 6 أشهر تقريبا للانتخابات إذا ايه؟ صارت بأداء، كيف تتوقع أنه تكون هالمرحلة؟ يعني كلنا سوا كنا متوقعين قبل ما صار امبارح أنه فترة من المعالجات الاقتصادية الاجتماعية ايه؟ هل برأيك كمان المعالجات الاقتصادية الاجتماعية سقطت حظوظا؟ يمكن لانه حزب الله طرع على شغله هي الحقيقه بانفجار المرفأ ما بده اياها تبين. وبذات الوقت في ضغط كثير كبير دولي وعربي ومحلي وداخلي تالحقيقه تبين. هلا هي كيف بدها تنحل؟ امبارح احدى مظاهرها، شو بدك كل الباقي والقوات ومدري شو، كلها على الهامش. بدك امبارح اول دفشه كانت،
هلا شو بده يعمل؟ لا بس يمنع على الهامش مثلا. اليوم زميلنا محمد بركات بموقع اساس كتب انه ما حصل امس اعلن نهايه زمن القمصان السود، يعني بشكل او باخر انتسمت معادله على اطراف الطيونه، مزبوط او لا؟ ايه صح، من وراء الامر الواقع، ايه من وراء وجود الجيش اللبناني. بقول لك اياها بكل صراحه، هني وقت بيتهموا الجيش رح لك لا، لانه الجيش قام بواجباته بس، مش لانه الجيش تحيز فريق. بس هو ما حطه بالجيش لانه اقرا لك النص، لانه هو كثير دقيق، انه ما حصل امس اعلان للداخل والخارج ان في لبنان جهه معروفه مستعده لايقاف حزب الله عند الطيونه ولاطلاق النار على الرؤوس، وهذا اعلان كبير يعني له بعد استراتيجي دموي غير مسبوق. مش مزبوط على الاطلاق الشق الثاني، الشق الاول مزبوط. يعني انت وقت بتطلع من بعد ما بيطلع السيد حسن بيهدد وبقول نحن بدنا نطير المحقق العدلي ونحن ما بنقبل، بتطلع انت بتقول لا ما بتطير حدا ولا يجوز بهالشكل، واذا بدك تتحرك بالشارع نحن بدنا نحتفظ لحالنا بحق نشوف كيف هنتحرك، ونحن عارفين كيف هنتحرك من هلا عم بقول قدام كل الناس، وكل الناس يحضروا حالهم اذا حسب الله بده يجرب يضغط بالشارع تيطير التحقيق بانفجار المرفأ. بدنا نعمل اقفال عام بكل لبنان، ندعي على اقفال عام بكل لبنان، وبتمنى التجاوب يكون شبه كامل. بس نحن هاي طريقه السلم. معقول الناس تعبانه اقتصاديا واجتماعيا انت تستجيب للاقفال؟ برايي بهاي ايه، برايي استاذ وليد بهاي، لانه بتعرف قصه المرفأ قد شيء حساسه عند الناس، عدا عن انه الناس ولو جوعانه ما حدا فقد كرامته. استاذ وليد انتبه، في اشياء معينه الناس تنتفض عليها. طيب تاختم معك، ايه لو بدك توجه هاي كلمة للسيد حسن نصر الله شو بتقول له؟ انطلاقا من يلي حصل امبارح. بقول له سيد حسن اتق الله، حاج جيش، حاج تدعي للفتنة، حاج تتحمس الناس، حرام تبعتوا كنتوا امبارح هالشباب، حرام هالسبع شباب اللي ماتوا، حرام حرام مش نشوفها ودي ماتوا. بس سيد حسن حرام اللي جرح بعين صديقكم لدود نبيه بري ما كان مشارك بشكل او باخر؟ ما بعرف الا اي حد، بس الرئيس بري مثل ما عرفت انه عمل كتير محاولات لتبريد يعني لرقب الصدع، وهي محاولات يعني تحتسب بهيك ظروف، لانه الظرف صعب كتير كان امبارح صراحه انه حدا يشتغل على رقب الصدع. بس السيد حسن مطلوب منه هالقد، حرام بقى يبعث شباب يموتوا بلبنان من تحت راس شو؟ مشان شو عم يبعثوا يموتوا؟ ليش عم يبعثوا يموتوا؟ حرام كل اللي انجرح بعين رمانه، خسائر يلي بعين رمانه، روح شوف استاذ وليد البنايات المنصابة، البسبنات اللي انضربت، لك عمي شو هيدا جدار حيفا هون؟ ليه؟ فبتأمل انه ياخد هالحكي بعين الاعتبار. ولا رئيس ميشيل هون؟ شو لا حياة لمن تنادي. ما في لزوم توجه شيء، لأنه لا حياة لمن تنادي. بس لا بس بآخر جلسة لمجسوس هذا كانت حامي، وهو يلي خبط إيده على الطاولة وقال خلصنا هون جلسة مجسوس. ايه بس اجى حدا تعدى عليه اللي قال لي يطلع وزير، هو ما كان لازم كان لازم يقول له ليك يا محمد حمار حدا تطلع هلا 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 ولا تكي يعني كان لازم يبقى وما يقعد يقبل انه يفوت على مجلس الوزراء من جديد، بيطلع وزير لكن بيهدد الوزراء والرئيس على طاوله مجلس الوزراء، شو هالحكي هيدا؟ عن جد بقى منيح طول باله الجنرال وانقضت هالقد جنرال ميشيل هون. دكتور سامي الجعجع بدنا نتشكرك على هذا اللقاء، كمان بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه من بدنا الحقيقه، طبعا اللقاء يتجدد الاسبوع المقبل، تصبحون على الف خير.